السلام عليكم يا رفاق، معكم محمد جيمز. سنتطرق لبعض أسرار GTA سان أندرياس، وهذا السر مرتبط بهذه المهمة. لكن قبل أن نبدأ سنتحدث عن الريسبكت ولماذا يصلح. الريسبكت هو مدى احترام الأشخاص لكم، أو بالأحرى عصابات الجروف ستريت. فكلما صعد مستواه كلما تمكنت من أخذ عدد كبير من أفراد العصابة. ولكن إذا كان الريسبكت ضعيف وطلبت المساعدة من أفراد عصابة جروف ستريت فإنه سيرفض مع الأسف. طريقة الحصول عليه سهلة، اجتياز المهام، قتل عصابة الأعداء، طرد بائع المخدرات من منطقتك، بالإضافة لحرب العصابات التي ترفع مستواه بشكل كبير جدا. في هذه المهمة تذهب برفقة سويت إلى المقبرة لقتل كين زعيم بالاس، لكن قبل ذلك يطلب منك طلب دعم من أفراد العصابة. هنا سنطرح السؤال، ماذا سيحدث لو كان الريسبكت ضعيف وطلبت المساعدة من جروف ستريت؟ هل تتوقعون أن يوافقوا على مساعدتك؟ الجواب هو لا. أن تقوم باجتياز المهمة بواسطة السيجي وسويت الأمر مستحيل. فماذا تتوقعون؟ خلوكم معي. في البداية يكون عندكم الريسبكت ضعيف، لذلك سأقوم باجتياز تلك المهمة بهالمقدار من الريسبكت. طبعا لن أقوم باجتياز المهام، سنستخدم بعض المودات. الكاتسين بين سويت والسجي تغيرت، نايس. وكذلك لدينا علامة في الخريطة، وكما ترون يا شباب لقد تغيرت المهمة بشكل جزئي وليس بشكل كلي. كما ترون تلك العلامة في الخريطة هي علامة عصابة بالاس، كما ترون هنا في الخريطة. لا توجد هذه العلامة في المقبرة، بل توجد في حي بالاس. الجزء الأول من هذه المهمة يدعى باختبار الولاء. هذا الجزء يسمى اختبار الولاء للعصابة، أن تكسب احترامهم بكل بساطة عن طريق قتل عصابة بالاس. الآن الشيء الذي سأفعله هو أنني سأخذ سيارة سويت. لا يمكنني فتحها. سأركب من الجهة الأخرى. أوكي هي بنا. لا تتحرك يا شباب. أوكي حسنا لا بأس، سأخذ سيارة أخرى. جميل جدا. أوكي الآن سنذهب إلى تلك العلامة. أوكي سنقوم بقتل عصابة بالاس لنبرهن مدى وفائنا للعصابة. اوكي الان سأبدأ في تدميرهم. اوكي خذ انت كذلك. You have earned enough respect. اوكي احسنا يا رفاق، لقد حصلنا على الريسبكت الكافي لشيز هذه المهمة. الان سنعود للالتقاء بسويت لنرى الان ماذا سيحدث. اوكي تصعدون في السيارة مع سويت. اوكي اي وير تو جست الونج ذا بلوك اب ذير باي ذا بريدج اي نو ا كابل جروف ستريت وي كان برينج الونج ا جروف باسي مان يو نو ام داون وذ ذات. الان سيطلب منك ان تذهب للتكلم مع افراد عصابة الجروف ستريت وان تطلب الدعم منهم. طبعا سيوافقون الان
لأن لدينا الريسبكت الكافي لذلك. شاهدوا، لقد وافق، وهذا كذلك وافق. سوف تذهبون للمقبرة وتجتازون المهمة بشكل عادي صراحة. كان هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحلقة، أتمنى أنه نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ومع السلامة يا رفاق.